نحتاجوا على كبير من الشعب يقف معنا. راح نديروا مظاهرات كبيرة إن شاء الله. باش تنجح الفكرة لازم نخدم العلامات واللي بوندرو. كما آمن نخيطهم في العلامات. ماما من لازم نشارك في الثورة؟ صريحة كل السبل لكي لا يفقد عرضه. محمد براس أيقن قبل الجميع أن فرنسا لن تصغي إلا لصوت واحد هو صوت زئير البندقية، فسعى لذلك، خطط، نظم وعمل جاهدا لينفذ. نقلت نسائمها وإيماي الحلم إلى أذن محمد ثاني كان عمره 17 سنة أنذاك. قاد بعدها بسنوات أحداث ماي 1945 ليكون قائد أركان المنظمة الخاصة. حينها بدأت ساعات الحسم تدق، كون فيها الرجال، جلب لهم السلاح، فكانوا على أهبة الاستعداد لينفجروا، لكن القدر كان له رأي آخر. المرض سبق الشهيد محمد بالوزداد ليحمل الهم رجال استوعبوا الدرس. سطع هذه المرة نجم محمد ثالث
رفقة زملائه 21 فأشعلوها فورة، لحنها الرشاش والموعد الجنة. سنوات ذاقت فيها فرنسا المر، تكبدت فيها أعدى الخسائر. ثورة احتضنها الشعب فوهب الولد والمال زينة الحياة الدنيا. هذا الشعب اختار ديسمبر ليكون صيحته التي تسمع العالم. الفتاة الرمز صليحة وتيكي زحمت رجال الجزائر وهي في عز أنوثتها، فكانت المرأة والرجل، كانت أيقونة على جبين جيش جبان أمضى به نهاية عهد خائب. قال ميزان القوة فيه إن الغلبة لإصرار الجزائريين ولبركة الدماء الزكية الطاهرة. يا وطني يا وطني الراحة، يا وطني يا وطني الراحة، يا وطني يا وطني الراحة، يا وطني. وفي الأخير نشكر كل من حضر، دعم وساهم في إنجاح ملحمة الوفاء في طبعتها الثانية. أبناء فوج محمد مرزوقي مشكورون على هذا الأداء الرائع في تمثيل وتجسيد أحداث 11 ديسمبر عام 1960، فأنتم أبدعتم حقا. قلبي وإن صارت صباحاتي مساء، إن صارت صباحاتي.